Nozola. تبديل نزول للاعب ماسيسا إيريك أوفيلا حيكون مكانا للاعب عبد الرحمن باري. مدافع يستغني بين مؤازرين للأمانة. هذا الفريق وإن كان الآن متعادل مع البي اس جي بلا أخطاء بصراحة. كرة على طول عليهم استغلال هذه الحالة الفنية والروح المعنوية. لوكاس ماري جريجوري مرور ناجح من مانسينسا إيريك أوفيلا المدرب للإدارة للاعبين. هذا الارتفاع في المستوى السريع والوقوف على الجميلة والمعبرة عن سعادة الأهلاوية أمام الباريسيين. خطأ لمانسينسا إيريك أوفيلا. المهارة العالية لمانسينسا للنادي الأهلي. مانسينسا موجود وحاضر أحد الأسماء في التدريب المعروفة هذه البطولة. فوز تاريخي أول بالمناسبة. هذا أمر رائع في بطولة الكأس الدولية. أمر يحسم ويحسب. البطولة فوز يبقى في تاريخ المواجهات فقط، لكن لا يعني له شيئا لأنه سيغادر رسميا. لكن لا شك أنا أعرف المهتمين بالنادي الأهلي والمهتمين في النادي. جماهير تعرف كل صغيرة وتتابع وتحفظ هؤلاء اللعيبة في مرات. وهذه لو مبالغة جماهير